كابتن خالد جد الله طبعا كان في جيل كلهم يعني يتميزوا بالروح الرياضيه العاليه وطبعا بالانجازات، انجزوا انجازات كتير، لكن خالد جد الله بالذات ناس كلهم هو كان بلاي ميكر كويس، ما كانش اناني في لعبه، كان فعلا لما بيبقى موجود في مكان كان بيوزع الكرات في كل الاتجاهات. نذكر له يعني ان هو عمره ما كان اناني في لعبه مع الاخرين، كان فعلا متعاون مع كل الفريق. والله انا فاكر ان هو كان لعيب هايل، قدم كتير قوي للنادي وفرقه النادي، وكان يعتبر من الاجيال المؤثره في النادي الاهلي بكل امكانياته دي. مسك مدير فني للمنتخب ناشئين، فده دليل ان هو من اللعيبه الكبار اللي لعبوا للنادي الاهلي، ومتهيألي ما فيش حد في مصر ما يعرفش خالد جد الله. كابتن خالد جد الله الحقيقه كان من العصر الذهبي للنادي الاهلي، وكان لاعب مميز جدا في خط الوسط، وكان اول لما الكره تيجي قدامه وهيشوط نقول الحمد لله الكره في الجول، وكان راجل ما بيخذلناش ابدا الحقيقه. يوه ده عملاق خالد جد الله، ده يعني ما جاش حد في تاريخ الكوره تقريبا في ناس شبيهه كتير لخالد جد الله، انما خالد جد الله كان عظيم وكان لعيب كبير قوي، مايسترو في نص الملعب. وانا فاكر جون ليه حاجه عظيمه يعني زي سان ستيفانو كده، ويعني الحقيقه كان جايبه في نادي السكه الحديد، الماتش اللي كسبنا فيه 5-1 5-2 حاجه. كابتن من جيل العماليق، يعني من الناس يعني علامات الكوره في النادي الاهلي، وكان ايامه طبعا الناس كلهم اساتذه. يعني كابتن خالد جد الله نجم الثمانينات، يعني ليه هدف لا ينسى في السكه يجي من 50 يارده كده، والدي كان بيفرجني عليه من قريب، من فتره قريبه، حاجه جميله جدا يعني، ربنا يديله الصحه وطوله العمر. الدور ده فرصه قوي، فرصه جدا، فرصه جدا. من أعظم من أنجبته الكرة المصرية في مجال كرة القدم في خط الوسط خالد جد الله فناجيلي الصغير. كان بيتقال عليه الكابتن المستكاوي الله يرحمه، كان بيقول على خالد جد الله ده الفناجيل الصغير، وليه جوان ما تتنسيش، كان ليه تصويبات من بعيد من مسافات طويلة بطريقة غير عادية. قعد معانا في الفريق الأول في النادي الأهلي، ده قعد أعتقد 10-12 سنة، فعلا قدم فيها حاجات كرة يعني، كان ساعتها الجيل بتاع خالد جد الله وعلاء ميهوب الجيل ده ما يتعوضش أصلا. قدوة كان للشباب، المفروض لعيبة الكرة كلها تاخد قدوة يعني، وطبعا وجوده في قطاع الناشئين وفي منتخب مصر، كنا كلنا بنشوف تحت إيديه فرق كويسة ونتمنى إنه يواصل يعني. هو لاعب خلوق، يعني كان لاعب محترم جدا جوه الملعب، وخير من انجبت الكره المصريه يعني. هو لا يعني بالنسبه لي رجل محترم قوي. شفت اللعيب باخلاقه لما بيسيب بصمه في الملعب، الحمد لله. شوف الناس بتقدر فاكره لحد امتى. الحمد لله. احنا على فكره والله العظيم ما بنقول للناس دي ايه اللي بيحصل، واحنا معانا فلان، فانا عايز تقول له كلمه. أيوه. الناس بتطلع كل اللي جواها. أيوه.